نعم، مش كنسلت عليكي؟ بتتصلي تاني ليه؟ ممكن تسمعيني من غير ما تقفلي ولا تتجنني ولا تتنرفزي ولا حتى تردي عليا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ انطقي يا نهى، قولي عايزه ايه؟ عايزه اقول لك حاجتين بيني وبينك. ويوا يا شريف يعرف ان انا كلمتك. رقبه شريف ايد عمرو شربيني يا منى، وعمرو زنقه اليومين دول في حاجات كتير قوي. بيتلكك له، عايز يمشي ويجيب غيره. وحاجه من الحاجات اللي زنقه فيها هو انت. عايز البت دي، لازم يجيب له البت دي. هنعمل ايه؟ لو انقذتي شريف بقى وانقذتي الموقف ورحتي لعمر، شوف بقى شريف هيشيلها لك ازاي واللي هيعمله علشانك. تاني حاجه بقى ودي الاهم، ممكن بنسبه كبيره ما يحصلش حاجه بينك وبين عمرو الشربيني، وكل ده يطلع على مفيش. هو عايز الاصعب. عايز اللي قالت له لا، اللي سابته في الاوتيل ومشيت يا منى. لو فكرتي فيها من كل حته هتلاقي ان انا بقول الصح. اهدي كده وفكري. وعلى فكره ممكن الموضوع ما يطلعش كارثه زي ما احنا متخيلين، وتطلعي مستفيده منه كتير قوي. اهدي يا منى. اهدي وفكري وارجعي الشركه. ارجعي حتى بالواد اللي معاك يا منى. بس ارجعي. الو منى، انت سامعاني؟ منى